صافي. مشاهدين معنا فنان العزيز على قلبنا كلنا سي سعيد مسكر. اولا شرف لينا انك تكون في المدينه ديالنا. مرحبا. والمحمدية قريبه ليا الكازا وعزيز عليا نجي ليها، عزيز عليا ناكل فيها الحوت، دونك راه ديما معاكم، كوني هانيه. مرحبا. نبغي نعرف الراي ديالك في هذا التورنوا اليوم. هو هذا الدوري المصغر لكرة القدم اللي كتقوم به مجموعة أسواق السلام، هذه تحية كبيرة لهاد الناس اللي بعدا اللي قاموا بهذا الدوري هذا، وهذه مناسبة باش كان لقاء الفنانة، كنتلاقاو حنا جميع الفنانة، كنتلاقاو هاد النجوم اللي كاينين محاضرين معنا كممثلين كمغنيين كدي سبورتيف اللي كنشوف دابا الحان السي أحمد فراس، وكذلك الناس اللي جاونا من برا، لان هذا الدوري هذا ماشي غير فقط مغربي، بس العرض على الناس من برا وجاوا الكوايريه من برا، دونك مناسبه لنا لهذا التعارف ومناسبه لنا لهذه اللقاءات كذلك. والحمد لله بين واحد الاجواء جميله جدا، واحد الاجواء طيبه، واحد الاجواء اللي كنحسوا بحنايا بحال في اون فامي مع العائلات ديالنا تبارك الله عليهم. وكنتمنى هذه المناسبه ماشي هذه الثانيه، كنتمناو لها الثالثة والرابعة والخامسة تكون دائما، لأن مناسبة جميلة، اللقاءات كيكونوا هائلة مع الفنانة ومع هاد الناس هادو. إذا الجديد ديال سي سعيد؟ والجديد هو لا شونسون اللي جاينا في الطريق أنا وولدي، وسمعناها هي أنا معاك أنا معاك أنا معاك وأنا معاكم كذلك في المحمدية. جديد أنا معاك تلحين ديال عبدو ربي، كلمات ديال محمد البزيز، وتوزيع الموسيقي ديال حميد الدوسي، وأنا معاك ودرت لها الكليب، راه كاين في يوتيوب، الناس اللي غادي يشوفونا يديروا أنا معاك وأنا معاكم غادي يتفرجوا فيها إن شاء الله. هذا المقطع صغير ولا زاد على أنا معاك وأنا معاك أنا معاك وديما ديما معاك أنا معاك أنا معاك أنا معاك أنا معاك وديما ديما معاك أنا معاك. شكرا. سمعت مراكش. شكرا.